الا كنتي اختي ما عندكش الفران في الدار او كتشري الخبز غير من الزنقه راكي ضيعتي نصف عمرك جبت لك الخبز ديال الكسكاس كيجي افضل من ديال الزنقه بمليون مره وكذلك حسن من ديال الفران خبز كيجي مجعب واهم حاجه غنحضروه بدون دقيق ابيض وطريقة اللي سهله وسريعه الا عجبتكم وصفه اليوم ما تنساوش الا عجبتكم وصفه اليوم ما تنساوش دعموني باللايك ديالكم باش تشجعوني وكذلك قبل ما نبدا الوصفه ديال اليوم من الصلاه والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محمد وعلى آل سيدنا محمد وطبق لكم مع المقادير وكيفية التحضير بسم الله على بركة الله كمكونات غنحتاجو إن شاء الله الفينو ولا السميد الناعم ولا دقيق القمح الصلب المهم كل واحد وكيفاش كيسماه كي كيكونوا كي هكا هي الحبيبات ديالو رقاقين يعني ماشي بحال السميده كيكون رقيقة غنحتاجو ان شاء الله الخمسه ديال الكؤوس اللي هي وعشرين غرام كما كنعرفوا بالنسبه للفينو كيكون تقل من الدقيق والكميه كتبقى على حسب الذوق ديالكم كذلك غنضيف واحد ملعقة صغيره ديال الملح بالنسبه للملح كتبقى على حسب الذوق وملعقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز ولا الخميره الفوريه لان الجو بارد كنكثروا شويه في الخميره كذلك غنضيف واحد ملعقه كبيره ديال الخل بالنسبه للدور ديال الخل كيخلي هكايا الخبز ديالنا كتجي كي مجعبة وكتنتفخ اكثر وكذلك واحد الملعقه صغيره ديال العسل اللي كتبقى اختياريه بالنسبه للدار ديال العسل غير كيخليها كي الخبز ديالنا كيجي محمر ومذهب يعني كيبقى على حساب الذوق ديالكم الا ما بغيتوش ديروه وغنعجنوا ان شاء الله العجين ديالنا بالماء اللي كيكون ساخن يعني اكثر من دافي لان الجو بارد اول حاجه كنضيفوا واحد شويه على الخميره وعاد كنبداو نجمعوا في العجين ديالنا كملاحظه بالنسبه لهذا الخبز هذا الا بغيتوها كيتحضروه بالفينو كما كي درت انايا خصكم تتبعوا جميع المراحل لان الفينو كاين هاك ناس الناس كيعجنوا به الخبز وكيجي ماكي مدقص ما مجعاب اليوم ان شاء الله غنشارك معكم السر كيفاش الخبز ديالكم يجيكم بجعاب وهشيش وكذلك الا بغيتو هكايا تخلطوا يعني دمجو ما بين هكيا الفينو وديروا هكا واحد شويه ديال الفرينه يعني كيبقى على حسب الذوق ديالكم ولا هكايا دقيق الكامل يعني دقيق القمح الكامل حتى هو كيجي زوين بزاف المهم انا اختاريت ندير ان غير الخبز ديال الفينو وكما ذكرت لكم كيبقى على حسب المتوفر لاحظوا معي في الاول كنعجنوا العجينه ديالنا الا لاحظتوا معي غير كندمجوها دخلت هنايا جوج ديال الكؤوس وتقريبا ونصف وبالنسبه للعجينه كتكون رخا شي شويه فهاد المرحله كنغطيوها وكنخليوها تقريبا هكا واحد الخمسه ديال الدقائق باش هكا الفينو كيتشرب معنا بالنسبه لذاك الماء الا برد معكم كتزيدوا تسخنوه لان الجو بارد وهذا هو السر اللي كيخلي هكا الخبز تجي شيشة ورطبه خليو العجينه ديالكم ترتاح شي شويه باش الفينو كيتشرب وهكا كيترخى معكم وكتجي عجينه رطبه ومني ايه كيختمر يعني ما بزاف يعني كيكون الفين ورتاح وهكا الخبيزه ديالكم كتجي مرخوفه وكنبداو نضيفو في الماء غير شويه بشويه وحنا كندلكو في العجينه ديالنا بحال هدايا الهدايا كنحاولوها كيندمجوها مزيان باش كتشرب لنا داك الكميه ديال الماء حتى كنحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون رطيطه ورخوه بالنسبه للفينو خاصها تكون العجينه ديالو رخوه اكثر من العجينه اللي كنديروها كي الابيض لاحظوا معي كيفاش كيكون كيكون هكا رخو ورطب بالنسبه لكمية ديال الماء تقريبا نبقى واحد ربع كاس ديال الماء يعني ماشي كامل كيبقى على حسب الامتصاص ديال الدقيق ديالكم هنا كندهنوا بواحد شويه ديال زيت نباتي كنغطيه بواحد القطعه ديال البلاستيك وكنخليه حتى كيختمر ويضاعف الحجم ديالو لاحظوا معايا كيدير هكا الفقاعات والعجينه ديالنا مازال كما هي يعني ما تشربتش عجينه مازال رطبه كنكوروها كنخليها ترتاح شي شويه وكنبداو نسرحوها دائما كنستخدموا نفس الفينو اللي عجنا به كما يمكن لكم ديروها هكا شويه ديال السميده الا بغيتوها هكا الخبز ديالكم تجي هكا حرشه المغرب على حساب الذوق دونك كنبسطو في العجينه ديالنا ولا كنسرحوها بحال هاد الشكل هذايا حولوها كيا الخبز ما ديروهاش كبيره بزاف انا درت هكا ربعة ديال الخبيزات متوسطين خليتهم حتى خمروا لاحظوا معايا بحال هاد الشكل ودابا ان شاء الله غندوزو باش نطيبوها أول حاجه غنوريكم الشعله ديال الفرن خصها تكون مهيله باش هكا الخبز ديالكم تجيكم دهبه ومحمره وما تحرقش معاكم واهم حاجه الدائره ديال الشعله تكون كبيره شي شويه يعني تكون قد الكسكاس على بركه الله دابا شاء الله غنبداو نطيبو الخبيزه ديالنا كنحاولو هكا نوضعوها على الكسكاس بحال هاد الشكل المهم كملاحظه حاولو هكا الخبز اللي تكونو كتقرصوها عبروها على حسب الكسكاس ديالكم يعني ما ديروش خبزه كبيره بزاف يعني كبار من الكسكاس باش ما تحفظ لكمش هكا مع جوانب الكسكاس يعني خصها تكون قاد الكسكاس ديالكم اللي غطيبو فيه وكنخليو الخبيزه ديالنا حتى كتنتفخ وكتحمر من الجهه ديال الاسفل لاحظوا معايا ما شاء الله في الخبيزه يعني كتنتفخ بحال اللي في الفران ومن بعد كنقلبوها ونستمروها كي كندوروا فيها باش هكا كده لنا واحد الويه اللي كيكون يكون موحد وكي يكون مذهب لاحظوا معي هنا بدات كطيب كنخليها تكمل الطياب ديالها مع الاستمرار يعني مره مره كندورها بحال شكل الشكل هذايا باش كنحصلوها هكايا على واحد الخبيزه اللي كتكون مذهبه ومحمره وبالنسبه للخبز ديال احبائي فهي راه كتجي بحال الخبز ديال الفران تماما لا في المذاق وحتى بالنسبه للشكل يعني كيجي قريب للخبز ديال الفران يعني ما كتجيش هكايا بحال الخبز ديال ديال المقله هكايا بحال البطبوط الا المذاق ديالها ملي كتناولوها هكا يعني كتاكلوا الخبز ديالكم كتلقاو فيها المذاق ديال الخبز ديال ماشي الخبز ديال المقله وملي تكونوا كطيبوا الخبيزه ديالكم حاولوا تجنبوها باش هكا يتحمر لكم حتى الجوانب ديالها بحال شكل هدايا لان الجوانب ما كتلحقمش العافيه بزاف اهم حاجه بالنسبه للشعلة خصها تكون مهيله باش هكا الخبيزه ديالكم تاخذ لكم كي واحد الويل اللي كيكون كي موحد لاحظوا معي بالنسبه للخبيزه ديالنا كيفاش كتجي كي محمره ومذهبه غير هي كيجي كي فيها هكا كي هاد النقيطات ديال الثقوب ديال الكسكاس اما بالنسبه للخبيزه ملي تكون يلا طابت كتكون كي مقرمشه لاحظوا معي هنا كنوريها لكم بصراحه كتجي قمه في الروعه وكتجي كما ذكرت لكم قريبه للخبز ديال الفران بنفس الطريقه غنستمر يعني الخفيزه ديالنا كنتقبوها بحال هاد الشكل هدايا او كنديروها في الاول على الكسكاس كنخليوها حتى كتنتفخ وفي نفس الوقت كتحمر من الجهه ديال الاسفل ومن بعد كنقلبوها وكنخليوها تحمر من الوجه ديالها بنفس الطريقه المهم يا احبائي ايه هذه كتبقى مجرد فكره يعني بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الفران وكيحضروا كي الخبز وكيعاني وكيمشي وطيبوها في الفران ديال الزنقه ما فيها باس كي مره مره طيبوها على الكسكاس طريقه سهله وسريعه وفي نفس الوقت كتحصلوا على نفس المذاق ديال الفران اما بالنسبه للناس اللي عندهم الفران كلكم طيبوها في الفران غنشاركها معكم ان شاء الله في الاخر كيفاش كتجي حتى في الفران يعني بالنسبه للخبز راه ناجح خبز ديال الفينو كيجي كي مجعف وهشيش ما عليكم الا طبقو الوصفه هنايا من بعد ما كملت آه بالطياب غنوريكم ان شاء الله الخبيزه كيفاش كتجي كتجي هكا يا رطبه في الاول ملي تكون يلا طابت كتكون مقرمشه بحال يلا خرجتوها هكا من الفران ومن بعد راه الخوز كما كنعرفوا كتبرد يعني كتولي رطبه بحال الشكل هدايا ودابا ان شاء الله غنحل معكم وغنوريها لكم عن قرب الخبز ديالنا كتجي مجعبه التجعبات ديالها باينين ما كتجي لا مدقصه لا والو ما عليكم الا تحترموا جميع المراحل باش تحصلوا على خبز اللي كيكون ناجح وبصراحه يا احبائي الخبز ديال الكسكاس فهو كيجي كي قمه في الروعه وكما ذكرت لكم بديل الفران بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الفران وكيطيبوا هكايا غير في الفران ديال الزنقه بصراحه ما فيها باس هكايا مره مره الا كنتو مزروبين طيبوها غير على الكسكاس لاحظوا معايا كيفاش كتجي كيمجعبه كي من الداخل كما يمكن لكم هذا الخبز هذه طيبوها حتى في الفران يعني في الفران راه كيجي رائع لاحظوا معي بعدا الويين ديالك كيفاش كيجي وكتجي حتى هي مجعبه ومحمره وفي الاخر يا احبائي كيبقى على حسب الذوق ديالكم وكذلك على حسب المتوفر الا بغيتوها كيطيبوها في الفران ولا طيبوها في الكسكاس كل واحد على حسب ذاك الشيء اللي متوفر عنده خبز ناجح 100% بدون دقيق ابيض ما عليكم الا تطبقوا الوصفه و الا حضرتوه تاكلوه نتوما وليداتكم بالصحه والراحه نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر مع السلامه